سريعه في العربيه، انا راكن قريب. عليا نعمه، انت ما عندك دم؟ احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني بذمتك، ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى، انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هال؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بقى، شوفيها بقى. هند، يا هند، هند، هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ مش عارفه اتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من الاول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جوه الافلام العربي اللي عشالي فيه ده وعامله فيها دور فاتن حمام. لا وحيه امك، انا صحت الجد اعملك فيها نبيل عبيد وعملك في المراه والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوه دي، بس الحوار هياخد لي يومين. والله العظيم انا غلطانه، انا طوعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس وانا افكر. بس يا مصطفى جتك القرف، انا لازم ارجع، هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعدي، مش عارف اتصرف. بالراحه كده احكي لي اللي حصل. انت سمعت؟ سمعت. احكي ما تخفيش. ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البنت هند مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين. هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عوينا تخرج في ميعاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الارياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، اول مره تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عاوز يعني سليم بيه يخرج في ميعاد زي ده. تعال. ومن ساعه ما عرف ان انا حامل وانا حاسه ان هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورقه العرفي دي فين؟ معاه. حضرتك انت مفيش دماغ، ما بتفكريش؟ ما انا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي، بتقعد تنقف في البيت يمين وشمال. فالحه يا اختي، فالحه. اسمي، انا لازم اتصرف في المصيبه اللي انا فيها دي. نبي ما تخافيش، انا هتصرف، ما تخافيش. بس انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتني. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزاني اعرف؟ لا يابا عايش انت، انا مهدود وعايز اروح انام. ايه نسوان وقعت عليهم منين دول يا ابن الحرام؟ يا ابن اللعيبه، لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابني اللي مهدود؟ اديني جايلك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، روح عليك. يا ريتك تموت واخلص مني، هموت في ايدك يا بابا. روح، يا ريتك تموت واخلص مني يا ماما. خلاص يا ستي، يا ستي، يا ستي، يا عمري عليك يا بنتي. هي دي المكافأة، هي دي المكافأة. اقول ايه لابوكي؟ اقول ايه لابوكي لو جه؟ اقول له سامع؟
سيبها يا باشا. خلاص بقى وحيد الناس كده بقى. خلاص بقى سامع بيخليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها. يا كلبة قعدوا تعبوا نفسي على الشعبوز عليهم. ها كنت نايم انا ولا بتسجن؟ انا كنت فين لما انت اتجوزتي؟ انا كنت فين؟ وليه؟ بس بقى كنت فين؟ خلاص بقى متكفيني يا بابا والله. اخرسي اخرسي ما اسمعش صوتك. اخرسي يا كلبه. ضيعت سنين عمري عليك، ضيعت شبابي كله عليك. دي المكافاه؟ دي المكافاه والله العظيم. يا ريت اسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي حاسبني عليك. يا سليم خلاص بقى وحيد الله بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزة؟ عرفي انت مصدقة نفسك انك متجوزة يا بت؟ يا بت انت قاصر يا بت. انت ليه يا جوزك اتجوزي نفسك شرعي؟ لما تجوزي نفسك عرفي انت قاصر يا بت. يعني انت تجوزي ومعاكي ولي امر؟ الولد دي بالله وتشرب ميتها. خلاص بقى دخل عليكي وحبلك بورقة بالليا والشامي ميتها. خلاص يا ماما خلاص خلاص خلصت روحي. خلاص يا حنان خلاص بقى. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق. سيبني عايزه اقطعها. خلاص بقى انا عايزه البندقيه موتها. اقعدي يا حنان اقعدي واهدي بقى. اقعدي عشان نعرف نتصرف مش كده؟ ده انا ما استخسرتش حاجه فيهم. انا كل حاجه عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمه الهدمه الضحكه عشان اربيهم. دي المكافاه؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمه على وداني؟ كنت فين؟ هنا محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيك. ولو انتوا عندكم بنات انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف. حتى الورقه دي مش معاها. عايزه اموتها، عايزه اضربها بالنار. صلي على النبي بقى ابراهيم، تلاقي حاجه تشربها كده عشان تقدر نعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. يا ستي كله هيتحل، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. اهدي انت بس. طب فهمينا ايه اللي حصل بدل ما انت عماله تعيطي كده. طب خلاص خلاص اهدي. طيب هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص طيب خلاص بقى اهدي، بطلي عياط خلاص بقى عشان ما اموتش انا كمان. بس بقى على فكره بقى مهند مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت بس ما غلطتش لوحدها، فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جرها للغلط احنا كمان هنجره ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بيه؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اتجوزها وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي، ابوه اغنى واحد في البلد، نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهوريه مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ ابوه. مش انت بتقولي ابوك كبير البلد؟ نروح نتكلم معاه. والله انت طيب قوي يا سليم بيه وابن ناس قوي ومتربي قوي. انور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر، هيرضى يجوز ابنه لبنت بياعه اللبن؟ هو بيقول عليا كده ان انا بياعه لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافيه ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله، بس لازم نهدي نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي كله هيتحل ان شاء الله. ايه دي؟ ايه يا ما هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر، يا ريتني كنت اعرف، كانش ده يبقى حالي. قمت عليكي، قمت عليكي يا هند، قمت عليكي تعملي فيا كده؟ والله العظيم يا ماما كان حرام عليكي. انا تعبت قوي،
تعبت قوي لغايه ما كبرتكوا. حقك علي. انا استاهل الدفع. النبي يا ماما تزعلي مني. انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولاية وغلابة وربنا عالم بحالي، محلولة من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربية دي حاجة؟ ايوه يا بيه موال، اذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها احنا مش هنعرف نقضي. يا عم انا قصدي عالجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لا؟ والله يا بيه انا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما اعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها انت. ربنا يسترها. طب بقول لك يا ابراهيم. ايه بيه؟ انت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ امال يا بيه، ده شرف وانا عندي ولايه وبنات. انا اي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعة الجد احنا جدعان قوي يعني ما يهمكش. ماشي. ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. ماشي يا بيه. ها خدت الفلوس؟ حر ونار في جتتك. ندي ما ندمهاش يا ابو الحاج. احنا بقى لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت. والمفروض ان انت اللي هتهزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني كفايه اللي دفعته. جرايه يا ابو الحاج، وانت مش كبيرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا عازمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كفى الله الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مش قلت قبل كده مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق ونمشي كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطة اللي احنا فيها. بس لسه مشكلة صغيرة قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا؟ مشكلة؟ مشكلة ايه؟ صلاح الطوخي. مش ده الضابط بتاع التفتيش اللي في الداخلية؟ اهو الراجل ده بصراحة ربنا رزل. الله ينور عليك، رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لأن الراجل ده فيما يبدو إن عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك، واتكلم مع المرحوم رفاعي، واخرها زار زناتي في المستشفى. انا مش عاوزكم تقلقوا، احنا محدش هيقدر يهوب ناحيتنا، بس بيقولوا برضو ان العار اللي ما بيصيبش يدوش، واحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. جرى يا سيادة النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت. عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضيه دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، اي حاجه. والنبي حد كان قال لك عليا ان انا وزير الداخليه ولا ايه؟ لا بس انت بمقام 50 وزير، وما كنتش قادر تعملها ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعه صلاح الطوخي لو انتهى من القضيه دي نقدر نقول مبروك ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا ايه؟ يبقى لازم يبعد حماد. الو ايه يا حوده؟ طمني ايه الاخبار؟ انا حماد. انت فاكرني البلطجي اللي بتاجره على ظباط الداخليه كل مره واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقوله برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا، انا كل اللي انا اقصده ان سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبه اللي انا فيها دي تنزاح. صلاح الطوخي ايه اللي عايزنا نخلصك منه؟ صلاح الطوخي ده عميد في التفتيش، ابوه ليه على المعاش؟ هتفوق كده وتصحى يا حماد.
بصراحة الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وأنا أوعد سعادتك ده هيبقى آخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعيد عني يا حماد، أنا عملت لك اللي فيه كفاية، والآخر مرة أنا بحذرك عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي إن يجي اليوم اللي تتلطف فيه لطة تضطرني إن أنا أبيعك وأغسل إيدي من دمك. وانسى موضوع سليم الأنصاري ده خالص. تفتكر يا ست اللي هو سليم هيحكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا اكتر ما احنا معكوكين. انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا راي ابراهيم ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيا ولا ايه؟ اوجهه. طب راجع نفسك، لا يطلع مش هو. لا هو الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. قلت لك هو ايه احمر اللي بتعمله ده؟ حد يطلع كده، انت ماشي في صحراء ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ قوم يا عم، قوم يا عم، قوم يا عم. قوم حط معانا قدام، خش عليك اخلص يا لازم تجيب الحد. خش يا جو يا خش جو، اخلص يا علا اقفل بوقك ده، نزل رجلك يالا، اكتم خالص، اكتم عليك، اكتم. تريميون الزبون اهو، روح هات المأذون والشهود. يلا يلا ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع نادل وملص منك؟ لا شوف لها حل تاني، مش هنغلب يعني. مش قصة ندالة يا حاج، الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. بقى اللي اسمه صلاح التوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي، ولا انت ليك راي تاني؟ بصراحه بقى انا تعبت، انا مش عارف انفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت اخويا هانت، ما تقلقش. فاكر يا حماد اول مره عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجه برضو تتنسي يا حاج، دي عشره وايام وعيش وملح ما بيننا. يا شوف عدى قد ايه يا اخي، يجي 30 سنه كانوهم امبارح. كنت انت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب وتعمل لهم شويه الانباكه بتوعك دول وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها انا بقى كنت لسه ببتدي في تجاره العربيات مع ابويا. انا مش فاهم ايه لازمته الكلام ده دلوقتي. في يوم انا فاكره كويس قوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، وليت عيلين بيجروا وراك، بيجروا وراك عشان ظبطوك وانت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصور. فاكر؟ ولولا اني اتدخلت كانوا عدموك العافيه. ومن ساعتها بقى واحنا بقينا اصحاب، وانا واقف في ظهرك بصرف على انتخاباتك، وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي وبشغلها لك. ومش بس كده، ده حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه خليته شارك تمارين في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتالف القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد، لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوة والمرة
لغاية ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر. قدر وكتب علينا. لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك. مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا، عشان كل واحد فينا ايده جوه مصارين التاني، ولو حد وقع بينا ولا لا سامح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين، هيبقى حكم علينا بالفضيحه. احنا الاتنين يا حماد، فاهمني؟ احنا الاتنين. مين وكيل العروسه؟ انا مولاي. هات البطاقه. اتفضل. هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي لك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استخرت الله زواج مبارك ان شاء الله. حل مشاكلك بعد عني يا حماد، انا عملت لك اللي فيه الكفايه. والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تتلط فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. واحنا كتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. ادخل. ايه اللي بصحيك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسه الصبح؟ انا كنت انام دلوقتي. طب خلاص ما حبكتش يعني دلوقتي. سيبوني مع اختكم شويه، معلش يا هلا. يلا. طبعا كان عندي كلمتين لازم تسمعيهم، بس ما كنتش ينفع اسمعهم لك قبل ما نحل المشكله دي. انت عارفه كويس انت غلطتي. غلطت في حق كل الناس. غلطت في حقك لما عملت كده ورخصت نفسك. غلطت في حق اخواتك البنات دول. وانت عارفه كويس انهم مستقبلهم كان ممكن يضيع بسبب حاجه زي دي. وامك. امك الغلبان الشقيان اللي ضيعت عمرها كلها عشانكوا عشان تربيكوا كويس. وفي الاخر رحت عملت فيها كده. قلت في حق الواد اللي جاي ده اللي لسه ما شافش الدنيا. ذنبه يطلع يشوف ابوه واحد زي ده. انت عارف انا ساعدتك ليه صح؟ ساعدتك عشان كلكم ما تدفعوش ثمن بوظان عيل زي ده. اهل ما عرفوش يربوه. كان هضيعكم كلكم. معلش. ربك سترها. مبروك. يخيبتك القوية وجاي تقول لي دلوقتي؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ ما انا اتخذت على اخوان. اخسر رجاله اخس. هزقتني وهزقت نفسك وهزقت اسم العيله اللي ناس بتترعب لما بتيجي سيرتها تفوق عليك وعلى الرجاله اللي زيك. ما كفايه بقى اللي حصل ده. لازم له رد عشان الناس كلها تعرف
من هو أنور الخولي، والليلة قبل النهار ما يطلع. بس انت طلعت وحشة إبراهيم، مع اني انا ما يبانش عليك. والله يا بي انا نفسي مستغرب من اللي انا عملته ده. انا طول عمري راجل في حالي، لا ليا في اللبش ولا المشاكل. بس زي ما تقول كده يا سليم بيه، في مواقف في الدنيا تخلي الواحد يطلع منه حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه. عندك حق، مع ان انا وانت شفنا بلاوي كتير مع بعض، بس عمري ما شفت منك الشغل ده. والله يا بي انا من ساعة ما رجلي عتبت البيت ده وانا حسيت ان ده بيتي، وان اللي فيه دول اهلي بالظبط. البت هندي دي في سن نور اختي، وحتى مدام حنان امهم طيبه وغلبانه وعلى نياتها زي مراتي. حتى البنتين الصغيرين رؤية وملك في نفس سن بناتها. بيني وبينك يا بيه، انا اول يعني ما سمعت الموضوع ده الدم فار في دماغي، كنت هتجنن. بس لما لقيتك بتتصرف باتزان كده وحكمه، قلت هو ده الصح، لازم امشي وراك واسمع كلامك. غريبه، انت عارف يا ابراهيم ان انا حسيت نفس الاحساس ده، يمكن عشان سن سلمى قريب من سن هند. طول الوقت كنت خايف من الكابوس ده يحصل لها وتقع زي دي، عشان كده دايما كنت بخاف عليها وبقرب منها وبخليها تحكي لي كل حاجه. بس بالحب عمره ما كان بالعافيه ابدا. ربنا يخليك يا بيه ويخليها لك. وحشتني البت دي يا ابراهيم. انا مش بنام دلوقتي، انت صاحي ليه؟ يا سلام. طب اديك اطمنت عليا، روح نام بقى، ولا عشان اتفصلت من الشغل هتبلطك بقى وتصحى الظهر. حسام انا مش قصدي والله، انا اوقات بيطلع مني كلام كده زي الدبش، بس صدقني بجد والله مش قصدي، انا اسف. وانا بي ظروفي زي ظروفك بالظبط. ابويا الله يرحمه مات وساب لي 3 بنات، جوزت 2 منهم وما فاضليش الا نوره عايشه معايا انا والعيال. عايشه معاك؟ طب ومراتك مش عامله لك مشكله بسبب الموضوع ده؟ سميحه دي طيبه قوي يا بيه، وبنت حلال واصيله، دي بتحب نور اكتر مني. ده هي بالنسبه لنوره امها واختها وكل حاجه ليها في الدنيا. ربنا كرمنا وجالها عريس، قلت كويس قوي يلا بقى جوز التالته واخلص. هو صحيح ظروفه على قده، بس لقيته واد راجل وقد المسؤوليه، وتطمن انك تسيب اختك معاه. قلت خلاص يلا جهزها له وكله برزق. ربنا يقدرك ويخليك ليهم يا ابراهيم. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دي شقه استاذ ابراهيم السني؟ اه يا اخويا، هي في ايه؟ ماله ابراهيم؟ يا ترى اخت نوره موجوده؟ ايوه انا نور. انا زميل اشرف في الجيش، لا مؤاخذه يعني اني جيت في ميعاد زي ده، بس اصله كان موصينا اديكوا الجواب ده. واشرف كويس؟ هو احنا كنا واقفين في الكمين، دخلت علينا عربيه مفخخه وهو رمى نفسه عليها عشان يحاول يمنعها توصل لينا. اشرف تعيش انت يا استاذ. اشرف أشرف، يا سلام عليه، ده حتة ولد في منتهى الرجولة والأخلاق. زي ما بيقولوا كده، الواد ده ما جابتوش ولادة. تصدق إنه لسه طالب في الجامعة؟ وأنت اللي خليك توقف على واحد في الجامعة لسه؟ ما هو أصله مش صغير، ده الواد ده ليه قصة والله، ده غلبان ومكافح زينا. الواد ده أصلا مؤهلاته متوسطة، وبيشتغل عشان يصرف على أهله وإخواته. وهو بيشتغل ذاكر وجاب مجموع كبير يدخله الجامعة عادي زي أي حد. فدخل الجامعة يا دوبك 2 سنين، والتالتة جدره في الجيش، فراح سايب الجامعة وراح على الجيش. قلت له ولا يهمك يا أشرف، خلص جيشك وهي سنة فاضلة لك في الجامعة، أكون أنا وضبت نفسي وجهزت حالي وأجوزكم وتتكلوا على الله. ده واد جدع، البلد لسه فيها شباب زي الفل أهي. الواد لازم تعرفنا عليه أول ما نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. تفتكر يا بيه هنطلع من المصيبه دي؟ متهيأليش يا ابراهيم. الله يطمنك. هنطلع، كل قعد ان شاء الله. يلا نام. انت مش هتنام ولا ايه يا بيه؟ احنا قاعدين، عامل لك شاي طيب ولا حاجه؟ نام عشان بكره عايزك في حاجه مهمه.
حبيبتي نورة، معنى انك بتقري الجواب ده اني قابلت وجه كريم. صدقيني يا نورة، انا مش خايف من الموت ولا زعلان منه، انا بس حاسس في نفسي اني ملحقتش اتجوزك وهنيكي وعوضك على اللي شفتيه في دنيتك. حقك عليا يا غالية عشان خليتهم يبلغوك الخبر قبل اي حد حتى اهلي. بس اعمل ايه؟ ملقتش اقرب ليا منك احطه في خانه اقرب المقربين. عشان خاطر يا نور، عشان خاطر ربنا ما تزعليش، انا ان شاء الله ابقى في مكان احسن من الدنيا وقرفها. سلميلي على ابله سميحه والعيال وعم ابراهيم، ربنا يفك كربه يا رب. ما تقلقيش، انا هبقى في الجنه وهدعي له ربنا يرجعه لكم بالسلامه. ربنا حنين قوي يا نور، حنين، ومش هيرضى يحرمك مني ومنه نوبه واحده. خلي بالك من نفسك يا غالي، وبيفتكريني. سلام. شفت يا حمار، مش قلت لك ان ربنا بيسبب الاسباب؟ هو الواد اللي كان خاطف قلب البيت ساب لها الدنيا كلها وخلع. ادي يا معلم، ولا كانت على البال ولا على الخاطر، جات لنا ايه؟ متقشره. متقشره. متقشره يا زلطه. بص بقى يا زلطه، الدنيا دي بتمشي للي عايزها يا قفل. نوره دي بقى من سكه كلمتين باردين ومعاكسه في الرايحه والجايه. لا دي بنت متربيه وفي امريكا، بلاش في الشمال، مفتاحها عند المأذون يا اف. مأذون مرة واحدة معلم، افهم يا حمار. اه النسوان دي نوعين. اه نوع شمال ونوع يمين. الشمال دي ليها بدل المفتاح 10. تمام. واليمين دي بقى مصجرة، مفتاحها عند مين؟ عند مين؟ عند المأذون. كنت لسه. طب بقول لك يا معلم بقى، والنبي عايزين نفرح بقى وندخل الفرحة القهوة، عايزين بقى نستغل مجيتك ونروح نطلب ايدين البيت ونفرح بقى كلنا. هنفرح وهنروح، بس احنا مستنيين اليومين دول بتوع العزا لما يعدي. صاحب واجب يا معلم. وهنطلبها بس مش ليك. امال لمين يا معلم؟ لمعلمك يا ولا هي تغلى عليا؟ لا يا معلم، بس انت عارف ان انا عيني من البت نور، وانا مزاجي منها من زمان وعايز اتجوزها ولسه شباب وليا بدل الواحدة 10. ليه انت شايفها يا معلم؟ ليه انا شايف يعني ايه؟ هات بقول لك، قدامك طبق فاكهه حلو على الترابيزه ونفسك فيه ومعلمك نفسه فيه، تمد ايدك عليه؟ ولا انت شفت اللي حصل لاشرف الله يرحمه؟ اللي بياخد حاجه من المعلم بيحصل له ايه؟ ولا ايه؟ على وضعك يا معلم. ولا ايه يا بيه؟ امن الباب.